ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكريم بعض من النماذج المشرفة والملهمة الذين أثروا الحياة النقابية العمالية في مصر. المكرمون هم محمود حلمي رجب مرشد، أسس اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول وتولى رئاسة اللجنة النقابية حتى بلوغه سن التقاعد. لو يقابلنا نعدي عارفين احنا رايحين فين، ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين. لو يقابلنا نعدي عارفين احنا رايحين فين، ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين. لو يقابلنا نعدي عارفين احنا رايحين فين، حلم المصر وحلمناه وسعينا ومشينا. عادل نظمي علي حسن عمل كمستشار للموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة للكهرباء، وهو مثال للإخلاص والتفاني في العمل. حكاية شعب عدى الصعب وتحمل وبيكمل، يقع ويقوم في ليلة ويوم ويبدأ تاني من الأول، ومهما يشوف لا يعرف خوف ولا استسلام. عبد العظيم أحمد عبد العظيم مصطفى رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لخدمات الطيران المدني وعضو النقابة العامة للنقل الجوي، مشهود له بالكفاءة في العمل. المرحوم محمد عبد الفتاح محمد عرابي وعنه نجله أيمن رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الشرقية، وشارك في إعداد اللوائح المنظمة لعمل النقابة. وسعينا ومشينا ورا وهيكمل بإذن الله وبشغل ودعاء الملايين. المرحوم محمد إمام نعمان مطاوع وعنه ابنته سالي رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان سابقا، وعمل طوال خدمته بشركة مصر لصناعات معدات الغزل كمدير للأمن الصناعي. المرحوم عزت حسين عبد النبي حسين وعنه ابنته مروة رأس نقابة العاملين بالري والصيد سابقا، عمل بالهيئة الزراعية المصرية، خدم النقابة بكل تفان وإخلاص. مجدي محمود مرسي محمود أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالتلفزيون سابقا، عمل مدربا للتثقيف العمالي ومهارات التفاوض الجماعي. عبد الباقي محمد إبراهيم له دور بارز في مجال العمل النقابي من أجل العمال، وشغل منصب الشؤون الاقتصادية. وحوش ورسوم ناخد خبطات ورا خبطات توقع أي ناس غيرنا، لكن على منه أبدا دين ودايما ربنا يعيننا. تعيش يا مصر دايما متفقين. لو يقابلنا نعدي عارفين احنا رايحين فين، حلم مصر وحلمنا وسعينا ومشينا ورا وهيكمل بإذن الله وبشغل ودعاء الملايين. ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين.
منى السيد السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابي، وتشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية. لو يقابلنا نعدي، عارفين احنا رايحين فين، ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين. لو يقابلنا نعدي. ولاء فرج عطلة حسين، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، ومثلت المرأة في الاجتماع الإقليمي للجنة الشباب بتونس. حلم مصر وحلمنا وسعينا ومشينا وراه، وهيكمل بإذن الله وشغل ودعاء الملايين. رحاب علي حسن علي، تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل. مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب، أمين صندوق النقابة العامة للكيماويات، تميز بالأداء والانضباط وهو مثال يحتذى به. تقول يا سلام، ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين. لو يقابلنا نعدي، عارفين احنا رايحين فين، ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين. لو يقابلنا نعدي. أحمد محمد أحمد زهران، من ذوي الهمم ومشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل. وهيكمل بإذن الله وبشغل ودعاء الملايين. حسن عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن، من ذوي الهمم ومشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل. شعب جسر وكله للدور وبيأدي. نجيب هيمن نجيبها شمال، لازم أحلامنا تتحقق، ومرة تخيب وألف تصيب هنتوفق هنتوفق. إيماننا شديد وحلمنا برضه ماسكن فيه.